فيعني أنا باجي من كفر عين على رام الله، فبلاقي 3 حواجز، يعني بطلع 7 بوصل هون 9، بطلع 6 بوصل هون 8:30، يعني بضل متأخر على شغلي من الاحتلال. إنه الواحد بيقول يا رب أطلع من هالبلد، وهو مش قادر يطلع من هالبلد، وهو بدوش يطلع من هالبلد لأنه بقدرش يدشر هذه البلد، لأنه هان في احتلال لازم نخلص من الاحتلال. يعني الواحد بيطلعش بهربش من أرضه. يا ريت يضل بفلسطين يعني، بس ممكن إذا يعني مش أكيد كتير، بس بحس لو إنه سافرت مكان تاني راح أحقق الإشي أسهل من ما يكون هون. أرضنا هاي ما بطلعش منها يعني، عادي الحياة صعبة علينا وعلى الجميع، نتحمل بصير علينا بصير على الناس. اعتقالات 24 ساعة يعني، فيش مجال لواحد يقعد يوم بروحته في هالدور. طفرانين الشباب، لا بروح ولا بيجوا، خلص في هالبلد قاعدين، في هالبلد قاعدين. أول إشي الوضع الاقتصادي أو الوضع المادي، بالذات إنه إحنا بندرس بكلية أو بجامعة، ما فيش كتير فرص عشان في حرب هلا، وفي كتير أشياء يعني، وفيش فرص عمل كمان موفرة إلنا. وتاني إشي هلا لما نطلع من باب الدار بنخاف إنه إذا بنلاقي اليهود على الطريق، الاحتلال الصهيوني على الطريق ولا لا. حتى لو شو ما صار رح أضلني في أرضي، مش راح أعطي فرصة للاحتلال إنه ياخذوا أرضي أو ياخذوا المكان تاعنا. حالك